أحمد المناعي، أعود بك إلى فترة الخمسينات الستينات. يعني من خلال مراجعتي أنت لن تنتمي إلى أي حزب سياسي، ممكن فترة بسيطة انتميت كما عرفت إلى الدستوريين. يعني بيت القصيد في سؤالي، لماذا كنت قريبا من الإسلاميين؟ أنا لم أكن قريبا من الإسلاميين، أنا مسلم قبل أن يسلموا أو يؤسسوا ما أسسوا. الإسلاميين بالمعنى السياسي؟ المعنى السياسي لم يبدأ إلا في بداية السبعينات. أقول لك يعني كيف، يعني سيد قطب لا نعتبره من الإسلام السياسي؟ لا نعرف، لا أنا ما عندي علاقة لا بسيد قطب ولا بغير، ولا علاقتي بدأت مع الغنوشي في سنة 68، في أكتوبر 68 جاء من سوريا، وجدت دخلت الجامعة وجدت واحد لاصق على الحيط، سلمت عليه قلت له تونسي، قال لي إيه، قلت له خليني نصلي ونرجع لك. الجامعة جامع باريس كان مقفر، لم يكن فيه إلا هذا الشخص. خرجنا مع بعضنا ورحنا يمكن 150 متر، وقلت له أي خدمة؟ قال لي يعني جيت من سوريا إلى غدالة. قلت له أي خدمة؟ قال لي نحب نتعلم الفرنساوية. قلت له هنا ثم مؤسسة اسمها لاليونس الفرنسيز، فتوعدنا من الأسبوع الجاي خذيته على لاليونس الفرنسيز ليسجل. وفي الطريق ولا تزال هذه المؤسسة في محلها في بولفار راسباي. هكذا كانت العلاقة. حدثني شوية على سوريا، حدثني وقال لي حتى أنه في 67 حمل السلاح للدفاع على دمشق التي كانت مهددة فيه كذا. لقيت راشد الغنوشي في باريس فيما بين أكتوبر 68 وجويليا 69، لقيته 5 مرات، الأولى والثانية اللي رحنا فيها ومرتين أخرين والخامسة اللي ودعني فيها. خليني أقول لك شيء، لأنه أخطر ما المفروض أني ما كنت أتلاقى به بعد ألقاه بعد ذلك. في آخر لقاء عندما كنا في نهج بلفي 15 نهج بلفي، أخوه كان في المقهى المقابل، جاء ليرجع به واخذ سيارة، أخذ سيارة كتسلطرة يعني قديمة. قال لي مع السلامة إلى ذلك، وصيته يروح على الجزائر ويقابل مالك بن نبي. يقول لي في آخر مرة شيئا هو الذي ينفذه الآن، يقول لي سأرجع لتثوير قبيلة بني زيد، تثوير يعني أنه ماشي يعني يحدث ثورة قبلية في تونس. يعني صدمت وبقيت أسابيع وأشهر أفكر في هذا الشخص الذي غاب عن البلد 6 سنوات أو أكثر ثم يرجع بهذا المخطط. نحن جيلنا آنذاك كان ينتظر أن يأخذ شهادته ويرجع البلد بأسرع ما يمكن ويساعد عائلته، لأنه عائلتنا كلها كانت متوسطة أو دون المتوسط، ويبدأ بناء حياته ويساهم في بناء البلد. فإذا به هو يرجع بهذه العقلية. طبعا لقيته فيما بعد نهاية 69، كان يجيني دائما يعني تونس، ولقيته مرات كثيرة. بدأوا آنذاك ينشئون تنظيمهم السري، هذه الجماعة الإسلامية التي لم أعرف وجودها إلا في سنة 81 عندما أعلنوا عن يعني ميلادهم السياسي حركة الاتجاه الإسلامي. أكيد يعني مسؤوليته كبيرة، أنا شك أنه لو ترك شيئا من الحرية للأحزاب القائمة آنذاك، أحزاب يعني قانونية، يعني ثم 4 أو 5 أحزاب لم يكونوا يعادون نظامه، لكنه كانوا يعيشون ضغطا كبيرا. أعطيك يعني فكرة عن هذا. في آخر اتصال لي بمصطفى بن جعفر، جاء في باريس وقال لي سي أحمد هم عندهم المفتاح بتاع المكتب وعندهم الرخصة، ويجي ويدخلوا للمكتب يلقى شرطي يقول له لا ما تدخلش. فأنا نصحت قلت له سي مصطفى لو مثلك
رجع المفتاح للكاري لأنهم عندهم صعوبات في دفع الكرة، ورجع الرخصة للنظام. أي المشكلة أنه كانوا أحزاب بالاسم فقط، وقليل منهم من كان يتحرك. صنيعة النظام يعني؟ لا، مش صنيعة النظام، هي أول مصطفى بن جعفر التكتل هو وليد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. لا لا، هو مصطفى بن جعفر مختلف تماما يعني. اختلف يعني، خرج في 94 صح على صح على تنظيمه. صح. يعني لا لا، كان هناك أيضا حزب الوحدة الشعبية محمد. صحيح صحيح صحيح. كان هناك اسمه حزب، الحزب الذي حاول أن يتذكر رئيسه، هو الذي جمع كل المطرودين من النهضة.